أذكر تلك اللحظة عندما وقعت عيناي على هذه الصورة التاريخية. أذكر كل تلك المشاعر التي اجتاحتني أنا الطفل الحالم. هل سأرى علمي على إحدى الكواكب؟ هذه الانطلاقة ما هي سوى بداية رحلتنا في الفضاء؟ كانت بداياتنا منذ مئات السنين، دفعنا الفضول وحب المعرفة، وكنا دائما نتطلع إلى الأعلى، فجعلنا من النجوم دليلا لوجهاتنا. فنحن الرحالة، ونحن علماء الفلك، ونحن من وضع مبادئ العلوم. كان المغفور له والدنا سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وطيب ثراه، شغوفا بالعلم والعلوم والتقنيات الحديثة، وكان اهتمامه منصبا في تنمية الإنسان المتمكن، فاستثمر في بناء الإماراتيين لأنه آمن أنه لن تثمر الدولة إلا على سواعد أبنائها. استثمر الدولة فينا، وكان مثلي كثيرون جامعيون ممن حصدوا ثمار زرع زايد وأصبحوا روادا في مختلف المجالات. فانطلقت الثريا تعانق النجوم كأول نجم إماراتي في الفضاء، وتوالت النجوم بعدها من نجوم العلوم ومشاريع الأقمار الصناعية التي بنيت بسواعد إماراتية، من مركز محمد بن راشد للفضاء ونجم الياه الذي صنف كأحد أكبر المشاريع الفضائية. فأصبحت دولتي دولة الإمارات، دولة لا تغيب عنها الشمس بأقمارها لتفتح آفاقا من الطموح والتحدي نحو الشموخ والأمل في سباق الفضاء. حدث ما لم يتصوره الكثيرون، تم الإعلان التاريخي عن إنشاء وكالة الإمارات للفضاء ومشروع مسبار الأمل. نحن الأمل، ونحن العزيمة، ونحن ذلك الضوء في الأفق الجميل. نحن مجرد انعكاس لرؤية عظيمة، نحن ترجمة لطموح المؤسسين، ونحن امتداد لروح الاتحاد. نحن الإلهام لكل من يقول مستحيل، لنثبت أنه بوجود الإماراتيين المخلصين نستطيع تحويل المستحيل إلى واقع. المريخ بداية، والكواكب الأخرى محطات. النجوم تتحرك ببطء من خلال هذا الضوء الباهت بلوني الأخضر والأحمر، كأن الفضاء ينادي باسم الإمارات. ألوان عالمي، وطني، إماراتي.